بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ مصطفى حاج عسماعيل إن أيها الشيخ قبيلة استأه هل كامر كي مرس مرك قبيلة استمر كي مرسه هذا كي قادر يقصه شيخه وقبيلة استمر كي مرسه باوحن ربائنا إذن لو ذاقه ما أنت كلمة يقول بعض الشيخ مصطفى هذه أنا مسؤول بعد كتاي وهو أخرين أمنا مضنين بالجارسية وحولي الشيخ مصطفى وقبيلة است وقلب ككوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلام يا دمانتين شعبك الصومالي يضو ملك السودان إذا كجوكتان ولكن عبد الله مع الحسين ورجينا يا نجوى عفمات إن نبض قبنا إن ربنا أمرك لا دب إنه كل نسيء السجاي مع داسي وصقناتي مرقيني مفدين إن يسوق نجرتنا ورجينا يا مركز توان كسر علينا يا وحنا ليه هاي ولا لها دجال ضو يود حيان قبل كسر كده قال لما يا ربي دحذو ضبر على ديو آمين ولي هك إلهين إن آمين تراضو آمين في القلب بالرب آمين قلبك كتراضو إلهي هك لقب وجيو دتكي بركة إلهي قريه ذن وذهب وسوع عليو أنت لما تربي هون حارستو أنت داو عنا إلهي سبحانه وتعالى هعافيو أنت أمرك اللي جسوا جدبو سيد الله سعوتان وحمالين بمالين تكدم بيسا إيش صوت ريا دل عينتي هذا هلوسو جذين يو شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون ورنتي آن نقانو علاسك يميزانك وبلشدة الصومالية ده حد يدك كليه أنا وده أقولنا هاي قف كل إنكرسن مدة إنه نوجره إلى ما أهن أو معناها وحويان يعني ما من سنة شيخ مصطفى أرنتيسة ضد بدن أو بدن أو بدن بكسوها اللهي رنتينا مركي أنا أركي أنت بدن شيخ ودفاعيا واي ودفاعيا مركي شيخ محال له دفاعيا أنت أنا نسويدين وشيء مهمة صوت الشيخ له دفاعيا محيته وأنا نسويدين أسمع أذيات شيخ مصطفى حاج عسماعيل هارون هذا الكيسة أنت أنا أوجو ذقلين بل مركو هروح نكوه مرينا دتكي الدفاع أي شيخة صوبته يقول دفاعنا قايبت كومنت كان سكوله وذا جدونا أنا وأيدي الشيخ دونا بإذن الله الكريم هذا دقين ملاحة نصان تهاي كل حنون كسكوتة ديكركا كورسترولكا يولي بكر حنونكا داس كابح العسن أو واحد والبعض دي أسمى سنة كابح ويسن إن هدي على حنوسان تهاي وكانت هذا أما أقوم هذا ضعيف ميهم هايو كل جينك جيرك قفك بني آمي وأبهاي هدي كل جينك أجن وضعيف فيها إن هدي أسلي جيرك وكم قيني هلا فيه بقى إن بدنا كحنونا كركا إن بدنا كحنونا يا لمبرك عشان شدك وقرا ووعي كرتا إن شاء الله ما قاعدنا ولا مانجر سعدي حرسي ما أنت كلمة كل عضي شيخ مصطفى هذا أنا مسؤول بعد كتاي وهو هذا تكسر عفز دلبي وإذا أسرع ده كان أبيه وإذا عفية أخوين أمنا مضمين بلا جارسية شيخ مصطفى ما أنت قفكو حكي الشيء هيا وقفكو حد قد بعرض جيسة شيخ مصطفى ولقي انتو مرسو استعدادات أموسة كالهي لنن خدان هوس وصو دادا عن شيخ مصطفى وانو قربة شوكا من قرن شوك اوه ما أنت انتو وضن كي احد دقيني هاي دولد دي قايب كاه او السلطاني كامد اه او ليه كارا وحاني وحان معها ما اسكسوك تدعونو ماذا وضن كوديه سكونو ليد باسوها اللي دونته ما اسكسوك تدبالعولي ماذا وضن كوسوك ناد باسوها اللي دونته واي علمدا الصوماليد اوغا امسيين دباتدان قبلكا سولكا سوت مخاي علمدا اوغا امسيين مركا مالنتي جمعها هيد جمعدي هدا ان سو دافنا كا هادلاي مانتو كولي وا خميس جمعدي هدا ان سو دافني با اي علمدو كا هادلين او مساجددي لغي استاغاي او هرغيسا هدا اهان لهيد هدا بنتلان اهان لهيد هدا اهان لهيد نيروبي ميل ولبا علمدي وي كا استاغان وي كا هادلين دباتدان ان كا سوت لاسعانود دمانتودنا een waxa lagu baaqay in madaxweyne Muuse Biixi uu dagaalka ka joojiyo dadka shacabka ee ku dhibaatoonaya magaalada Lascaanood waa la isku wada raacay marka walaashanadan waxay ula jeedaa een culimadu ma ka warsugtid ayaga ba hadli doono way soo socdaane teeda kale kifaaya haduu hal wadaad hadlo dhamaantood wadaadada kale inuu u hadlay bay ka dhigantahay een taas marka halkaasan uga gudbaya waxaan u sii gudbaya een بدك الإلزام كأدت قدش كساريس إنه قفل بأهنتا سياسة ذكر كريس دريجا أوجلا أديرو إن كده سائل قمان. إن كاس شيخ مصطفى أيو إذي إذا كل دوان وخطرة متبم متك كلك خطر سنت هاي بوكو إذي. هذا الله أن إله اللغة عبسنين وأنا تقوى إلهي كتيرين أخلاق الإسلام كان كدار يدق إن كون أحسن. ولي بنا قف كه الله يا وانين شيخ شجعنا يوي علوم شجعنا يا مع علوم كو أبترسنا يوي لكن دقن كي علوم ده وارين آدي آدو قديروي أرين ما هو كويدي وحكم ده كو
وحولي الشيخ مصطفى وقبيليست وقضب ككوان قضب كاللبات وعلماء وصلاطين قضب كالصدحات وحاو شاقين وشيخ مصطفى يهنين عبصاني ياو بقديني اي كجرت قضب كأفراد وحولي الشيخ مصطفى يقود هان علماء رير وقويقا وكميد يهي وليو مقعيد علماء وشاقين وحاكمين الشيخ درر ان ان انتي بوضن بيس وحبلو قردقي سندوني waxa intaa dheer qodobka shanaad in uu culimada Soomaaliyeed oo dhan isaga mooyee inta kale uu yiri kama hadlin xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood een sida la socotaan muhiim ah inaan muqaalada dhameystiro marka idin la wadaagayo muhiim ah anaga muhiimadaadu waxay tahay kaliya waa uu macnaha waxa weeyaan dhaleeceyntan sheekh een Mustafa Haji Ismaaciil Haaruun loo soo jeedinayo een halka marka ay mareeso culimada Salaatiin waa taqaanande سلاطين وحا لغا وضو ووضو فهميسان ان وحاك لاتو او كشاق شيخة ان او يهي الشيخ قبيليستاء هل كامر كاي مرس مرك قبيليستاء مرك اي مرس هذا الكي قادر يقسو شيخو وقبيليستاء مرك اي مرس باوحان ربائنا اذن لو ذاقو الشيخ مصطفى حاج عسماعيل هارون هذا الكيسة بل قبيل كهالك او كتاقين ورهوية ان دماءكم واموالكم وأعراضكم عليكم حرام ورديجين يا مالكين يا شرفتي النباء حرام أيدك أنتي قفنا هنا نديجي سل واحد قد بين قفنا هنا شرفتي سل واحد قد بين قفنا هنا مالكي سل واحد قد بين صدق لأن بدنا هنا يبقى جيسنين حرام أيدك أنت معناه ده واحد المامة يسح إنه نبي قاد وقد جاي مسلمين تونس واحد قد بان أما مالك واحد قد بان مالك أحد قد بسيو ترب ده ينات خيام يسينات ضابط ينات لعضة ينات غشته سكست بوا واحد قد كوحي بين هي وحقش هي خيام هي نية كمالك الدولة الدعية كبوب هي ككدومين هي وحب واحد قد شرفتي سوك أحد قد بيا وانت عاي يا ماك يا وحشاك بلا وضع نفتي سوكو حد قد بيا ودي ليا يا ذنب الهي لو عاصي بعد الكفر وسقوي قال لي مدى بديت ذنوب طلع يا قانو موبقات كوكو وين وام حي وقف مسلم ولا ديلو حق درر لو ديلو ساوجد النبي عليه الصلاة والسلام خطبة يودن بيسي خطبة الحاج خطبة الحجة الوداع وكعل علي وكعل علي وكعل علي سي مسلمين تودقا بل هو الشافع ورانيك قضى شيء بربي بركين ببركة كلي يودلين وقال لي ما كن نقن النبي يقول لي اما الضلال كن نقن لومتان يا دبو سي نقن أهي أنت أمريكان شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون أو صهره وحرب فرير إن أدره رق وحجره براها بلشد ما أنت مقع كله أو ضد كمانان صوماليات أي كحريين وما أنت السب برارة بلشد اللحظة إذا قلتها جن والله وذات أنا رير هبل أهين إنا وحبك دقي سنين ما أنت لا قبل أبو وذات أنا رير هبل أهين إنا وحبك دقي سنين هل كاس بمانتا قار كمدة دلنيرة السوشيال ميديا آيات كاللوغية كان أي مريان أيغو كدو ليا شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون واي وقهد اللي واي درتت باوحا الله مريا وذات آنان رير هبل أهين إن آنان مرد دنبوح بك ديجي سندونين ووعدي إيا ألاك عبسي جي سد دنبي آنان ديجي سندونين مانتا هالكاس أيو هرتو قبيل إني قارسي ورهادي مانتا او شيخ شبيل هالله والشيخ محمد عبد أمل أو هضلي وش وذا دكلا أو آدو تربضان وهرقيس جوغة أي أيقونا بيان سو سارين بنتلان كويت جوغانا أي بيان سو سارين أدون كدافة هذا وحي فرمو إسو قارسين كرانا أي بيان سو سارين وحا الشيخ مصطفى كليقي كو قدامن والله قرب إنو هضلو معنى هذا ما فهمين ما أنا فهمين الشيخ مصطفى دنت لقى لي هاي هذا الكيسة أنا ما أنا فاهم وصحه مسبح واويري الشيخ مصطفى
iyo sheekh xasan waa nimankii wuxuu yiri nala daba taagnaa waagi jabhada aan ahayn waa ragii nala daba taagnaa war waa khaldantiin oo khald baa ku socotiina ka jooga isla markii ba hadalkii waa la gediyo la fasiray oo waxa la yiri sheekhu ilaan wuxuu ahaan jiray jabhadii SNM buu ka tirsanaan jiray ee dawladdi dhexe ee Soomaaliya la dagaalamay jirtay halkaas ba horta wadaadkii cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo qiimihi iyo miisaankii umada Soomaaliyeed oo ku dhaxlaa horta la gaarsiiyay marka umad noocaas culimadoodii ugu caasinaysa maxaa ka sugeysa mustaqbalkooda mustaqbalkooda maxaa ka sugeysa miis weydiinataas isma aan weydiin laakiin maanta waa inaan isweydiinaa maanta waa inaan isweydiinaa isagii baa wuxuu leeyahay maanta in sheekh Cabdullaahi Xasan Xash Barbaraawi uu hadlo maxay ahayto doktorkii kale oo isagana joogay Burco uu hadlo maxay ahayto sheekh Dirir uu hadlo sheekh Musafi uu hadlo sheekh Cabdiraxmaan Dheere uu hadlo allahuma isticmaal sheekh Maxamed Cabdumal uu hadlo sheekh Xasan uu hadlo allahuma isticmaal sheekh Maxamed Shibil uu hadlo culimadii kale ee Garowe iyo Puntland ay joogtay ay hadlaan Muqdisho kuwii joogay ay hadlaan wax sabab ay ma jiraan hadduuba hal sheekh inta istaaga hadlo uu yiraahdo arrintaasu waa qalad sidaas iyo sidaas baana daliil u ah wixii haddaysan mukhaalifa ahayn oo diinta ay isa khilaafsaneen culimadii kale ayuu matalaabay ka dhigantaa culimadii kale ayuu matalaabay ka dhigantaa laakiin sheekh Mustafa ilaa inaa hadasha haddii kale ku dhegaysan mayno ama qabiilaysta tahay inaad reeyalo isqaadan mayso isqaadan mayso sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun miisaankiisa iyo culayska ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda uu ku leeyahay wallahi qof maanta lagu shakiinayo inuu san jirin waxyaalaha waxa jiro agtanada ka yar inaan ku dhawaaqnay iska fududahay laakiin alla agtiisa ku weyn baa jira maanta culimadanadii marjaca inoo ahayd markaan baraha bulshada nooca uga aflagaadeeno yaan u heebsanaa hadhow oo ku tirsanaan doona ismaana weydiin laakiin waana maanta isweydiinaa maanta waan isweydiinaa wallahi xaaladu meel adag bay maraysaa xaaladu meel adag bay maraysaa kelmaddan qabiilka ah war inaad qabiil hebel tahay oo kan uu qabiil hebel yahay oo gabadhan ay qabiil hebel tahay qof moogan ma jiro qof kasta waa garanaya qof kasta wuu ogyahay maxaa isugu culaadinaynaa qabiilka maxaa isugu culaadinaya maxaa isugu culaadinaya walaalayaal dadkaas walaalaha ay ku dagaalamaya gobolka Sool ilaahay dirtii aan ugu duceyno haddii maanta aanan waxba u qaban karin annagoo og dhibaatooyinka maanta dalkeenna Soomaaliyeed ka jira sicirbarukuna uu kowkay waan ku soo celcelinayaa markasta in ummadda ilaahay dirtii aan ugu duceyno in dagaalka ay dhibaatada uu ka qaboojiyo qof xilligan aad aragtay hooyo 76 cunug wadata oo qoraxdan iyo kulalkaadan barakacday rafaadka iyo dhibaatada ay la kulmi karto qofkas waa dareensan yahay ilaahay dirtii aan ugu duceyno dadkaas in dagaalka uu ka qaboojiyo nabad iyo xal waaran ay ku wada noolaadaan bidin ilaahay kariim aad baa u mahadsantii walaalayaal aniga laftirkayga wixii iga qaldamay cafi iyo masaamax inta aan muqaalada xigay isugu soo laaban doono waxaa idinkaga tegaya nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.